صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح النور مشاهدي قناة سي تي في كل مكان. أهلا وسهلا بحضراتكم، حلقة جديدة ويوم جديد وبرنامجكم صباح النور. حلقة النهاردة بتاريخ يوم الأربعاء 14 يونيو 2023. يا رب يوم جديد كله خير وبركة وصحة وسعادة وكل الأمنيات وكل الحاجات الحلوة. والعيد ميلادهم النهاردة بتاريخ 14/6، بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين وبخير. صباح الفل. صباح الفل. اخبار حضرتك؟ الحمد لله وصباح الخير عليكم، صباح السعاده، صباحكم ابتسامه، صباحكم كده يا رب رزق وعافيه وراحه بال وكل الحاجات الحلوه وكل امنياتنا الجميله لكل مشاهدينا الغاليين في كل مكان. المايك معاك برضو. اه طيب، انا زي ما بنقول صباح الفل وصباح الخير وصباح السعاده وكل الحاجات الحلوه اللي بنتمناها لكم في كل يوم. ممكن تقول صباح الشياكه، صباح الذوق، صباح الاناقه. لا دي معاكسات، دي مش صباحات، دي معاكسات حضرتك. سميها معاكسات ليه؟ بس يعني تعالى النهارده نتكلم مش كمعاكسه بس. كلمه حلوه، ما هو دايما المعاكسه بتبقى ايه؟ كلمه حلوه بتقولها لحد مش في العادي. ماشي اوكي. امال بتقول ايه؟ لا 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 المفروض ان المعاكسه بتبقى كانت كده المفروض احنا بنرجع بقى للمفاهيم الحلوه بنحاول يعني. فمن الكلام الحلو انك تقول على الشخص ده حد ذوق قوي، حد راقي قوي، تقول من الاتيكيت انك تتصرف بالشكل الفلاني، تتكلم بالشكل الفلاني. مفهوم أوكي. الشياكه عند حد ممكن يبقى طريقه لبسه وتنسيقه للالوان، لكن في ناس مفهوم الشياكه عندها اوسع واكبر من كده بكتير. يعني تقول هو حتى شيك في كلام، يعني مش بس تقول عليه ذوق لكن حتى في كلامه تقول عليه شيك يعني. ف الذوق كده اللي هو انا بشوف ان الذوق والشياكه بيخرج من البق، يعني من اللسان. بمعنى ان اوقات كتيره جدا تلاقي واحده لابسه حلو جدا ولبسها غالي جدا، واول ما تتكلم يا ريتك ما نطقت. تقولي شكلها من الزمالك ولسانها من بولاق. مع احترامنا طبعا بولاق، بس ده يعني ده كان افيجي في فيلم يعني. كان اسماعيل ياسين بيقوله. فالحكايه الذوق بيطلع من هنا، بيطلع من البق. ففكره الشياكه والاناقه والذوق بتبان لما الانسان يتكلم او لما يعبر عن نفسه. انا بشوفها ان كلمه ذوق زي كلمه يتذوق. عارفه لما تلاقي حد يقول لك ده ذواقه، يعني بيعرف يدوق الحاجه، يعرف يقول دي مالحه دي مش عارف ايه. هو بيعرف ليه كده؟ لان هو بيختبر بلسانه، فبيختبر بعقله بقى ازاي يتكلم مع الناس، ازاي يبقى ذوق في كلامه، ازاي يبقى شيك في كلامه، ازاي يبقى بيعرف يتصرف. انا بشوف ان هي دي الشياكه والاناقه، مش مقصود بيها اللبس بس. وين كان عشان اكون يعني حقاني للاخر، ان مطالب ان كل واحد فينا يكون شيك ويكون ذوق في لبسه، يكون شيك عنده شياكه وذوق في لبسه. وده مش بالاسعار ولا بالماركات عشان بس نبقى بنتكلم. ينفعش تبقى رايح الخدمه في الكنيسه ولابس مثلا بنطلون مقطع او لابس شورت ورايح لابس حاجه مش مكويه، مش مترتبه، مش لايقه على بعضها. يعني ما تقوليش انا براحتي. لا هو مش براحتي. لا مش براحتك. ممكن تقول الانسان مش بمظهره، دي شكليات الواحد بقلبه. انا ضد فكره ان الانسان مش بمظهره. ضد فكره تماما ان الانسان مش بمظهره. لا، المظهر شيء مهم جدا جدا جدا، عامل مهم. وموضوع الفلوس في المظهر انا بشوفه هو اقل حاجه. تقول ما انا لو معايا فلوس هشتري، صدقني ممكن يبقى معاك مال الدنيا والاخره وبتشتري تلبس. وبتشتري لبس سيء جدا ولبس لا يليق مع واحد. ممكن واحد يبقى معاه ملايين وبيشتري مثلا حاجه لبس راجل، يعني بيشتري شفوق حاجه كده شفافه يلبسها، يقول لك ده انا جايبه ب 100,000 جنيه. طب خلي ب 100,000 جنيه تنفعك. هل انت شايفه ان هو ذوق؟ هل ده يناسب المجتمع؟ هل ده شيك؟ لا خالص. انت قلت الذوق بيبتدي باللسان قبل ما يبقى في اللبس. فبشوف الذوق والشياكه في اللسان وفي طريقه الكلام وانتقاء الالفاظ والاسلوب اللي احنا بنتكلم فيه. الذوق والشياكه في الفكر وفي طريقه التفكير وفي الرقي في التعامل. والحد اللي عنده ذوق وشياكه في طريقه كلامه وفي طريقه تفكيره هيبقى
ذوق في قلبه وذوق وشيك في مشاعره، وهيدخل قلوب الناس بسرعة جدا وبدون استئذان. ده الناس اللي بتتحلى بصفة الذوق والشياكة في التعامل تدخل قلبك كده من غير ما تحس، وتسأل نفسك هو ليه حاسس انك مرتاح له. الكلام يعني زي ما بيقولوا كده الجواب اللين يصرف الغضب. فانت حتى لو قدامك ايه وذوقك وشياكتك وطريقة ردك امتصت غضب اللي قدامك، خلقت ليك يعني وسعت لك مساحة ومكان في قلوب الناس اللي حواليك. لكن في حد هتلاقوا ما فيش الكلام ده، يا إما بيسمي نفسه أنه هو صريح ما بيحبش المجاملة، أنا أقول للأعور أنت أعور في عينه ويقول الكلام، تقوله طب بس خليك ذوق شوية في الكلام، يعني ذوق كلامك قبل ما تقوله. عارفين الكلمة دي، حد يقولك جاية من الذوق، ذوق الكلمة قبل ما تقولها، لأنك لو ما ذقتش الكلمة وخبطتها بتطلع الكلمة تكسر وتدمر وتوجع وتجرح وتعمل كل حاجة وشكرا بعد كده هترجعها منين. زي ما أنت بتقولي هيبقى فكرة أن أختبر الكلام اللي طالع. ما بقولش أن احنا طول الوقت ماشيين بقى لسان ان احنا ما نهزرش وان احنا ما بنغلطش وان احنا لا، بس بقول في المجمل ايه، يعني المجمل ايه، ممكن اكون شويه باخد راحتي مع ناس معينين، ممكن شويه اكون بتكلم يعني، لكن طول الوقت بقى الوقت الغالب في القصه ايه، ان انت ذوق بتعرف تتكلم حلو. ما ياما ناس بنشوفها ما بتعرفش تتكلم حلو غير مع الناس اللي هي مثلا صاحبه سلطه او صاحبه مال او صاحبه مركز معين، او دخل هو مكان فلقى مدير المكان او بتاع بيعرف يتكلم حلو مع الناس دي بس. لكن اي حد هو شايفه اقل منه تلاقي لسانه وحش، تلاقي طريقته وحشه، تلاقي اسلوبه مش كويس، الناس تلفظه على طول. فالمؤدب بيبقى مؤدب مع الناس كلها، واللي محترم واللي بيعرف يستخدم الشياكه في الكلام هو بيستخدمها مع الناس كلها. ما فيش حاجه اسمها اصل ده اقل مني، مفيش حاجه اسمها اصل انا بطلب منه طلب ما انا هديله فلوسه، لا، ما انت انا حقي فلوس وحقي ان انت تبقى مؤدب. يعني اي حد انت بتتعامل معاه رايح تشتري من عنده حاجه، هو حقه عليك ان انت تديله فلوس الحاجه، تديله ثمن الحاجه، وتديله كمان حقه الادبي. حقه الادبي ان انت تطلب بادب، وحقك الادبي ان هو يديلك الحاجه بمنتهى الذوق والابتسامه والشياكه. أيوة بالظبط، الشيك شيك في مظهره تاني، مش بالبراندات ولا بالفلوس كتير اللي بتشتري بيها الحاجه، لكن باقل حاجه في ايدك او امكانيات بسيطه تقدر انك انت تكون انسان منمق كده في نفسك، ومنمق في طريقه كلامك، منمق في فكرك. زي ما اسحاق كان بيقول كده، بتدي اللي قدامك حقه الادبي قبل ما تديله حقه المادي. الكلمه الحلوه تكسبه بيها، دي اقل حاجه ممكن اقدمها لك، ده تعبك انا ما عملتش حاجه. بتعرف تتكلم مع الصغير والكبير، لو ناس واخد عليهم اوعى تقول ان دي طريقه هزار، احنا واخدين على كده، احنا كده مع بعض يا سيدي، انا حر، انا وابويا بنتكلم مع بعض مش عارف ايه، مفيش حاجه اسمها كده. لو انت حتى حد واخد عليه وبتهزر معاه، ساعات كلمه واحده بتطلع في وسط الهزار او طالعه بطريقه مش ذوق، هقول مش ذوق، مش هقول مش محترم، طريقه مش ذوق توقع الدنيا في بعضها وما ترجعش تاني. والانطباع اللي بياخده عنك حد من طريقه كلامك كتير قوي ما بيعرفش يغيره بعد كده. يا استاذ عماد صباح الفل. صباح الخير. صباح الخير استاذ، صباح الفل على حضرتك. صباح الفل على حضرتك. صباح الذوق والشياكه على حضراتكم. ربنا يخليك يا استاذ عماد، منورين الدنيا كلها يا رب. ده نورك، ده نورك. اتكلمنا بقى يعني ازاي الانسان يبقى شيك وذوق. يعني الذوق طبعا في الكلمه الحلوه، في الرد الحسن، في المعامله الطيبه، وما ينفعش ان اكون ناشف. زي ما قالت استاذه هبه وزي ما قلت حضرتك، الشياكه مش باللبس ولا بالمظهر ولا لا، بالمعامله، بالكلمه الحلوه، بالكلمه الطيبه. ايوه، لان الكلمه الحلوه طبعا بتنحت في الصخر تذوبه. صحيح صحيح، شكرك يا استاذ. بنتعلم منكم كتير. لا العفو، ربنا يخليك. شكرا يا استاذ عماد. ومعانا استاذه ليديا، صباح الفل. صباح النور يا فندم. اهلا اهلا، أنا مبسوطة جدا إني كلمتكم. ده شرف لينا، ده إحنا يشرفنا. قول لنا بقى مفهوم كل يوم. ربنا يخليكي، قول لنا بقى مفهوم الشياكة من وجهة نظرك. أنا الشياكة من وجهة نظري مش في اللبس خالص يعني. أنا في ذوق في الكلام، مش هاجي أطلب منك حاجة عشان أنت مديري بقى تتعال عليا. صحيح. وألاقيك مطنشني ومباصص لحاجة تانية، لابتوب، تليفون.
طب لو اللي قدامي قليل الذوق، ما خليني اقول كده، طريقته ولا فيها شياكه ولا فيها ذوق، ده يبقى مبرر ان انا اعمل معاه كده او تبقى طريقه كلامي وعندي مبرر لو حصل حاجه اقول ما هو شخص كده اصلا ما يعرفش ذوق في الكلام، هو اللي اضطريني اتعامل معاه كده، هل ده مبرر ممكن يخليني ارد بطريقه مش شيك؟ لا طبعا، وانا عن نفسي يعني بتجاهل الرد خالص، يعني ما احبش ارد. برافو عليك. ساعات بيبقى افضل رد عدم الحوار معايا. صحيح. صح. اشكرك يا استاذه ليديا، شكرا لك. هو بصي انا بشوف لو حد يعني يقول لك ده قليل ذوق، قليل ذوق يعني عنده من الذوق حاجه قليله جدا، فمش يعني ما عجبنيش لا في رده ولا في طريقه تعاملات. انا رايي ان انا المح للي قدامي، يعني اقول له من فضلك لما بكلمك ما تعملش كذا، من فضلك لو مش فاضي انا ما بقبلش طريقه الكلام دي. انا ما بقبلش طريقه الكلام دي. على فكره راجع الفاظك، انت كنت يعني كنت شكلك كنت متعصب، يعني لازم الفت نظرك. ما فيش حاجه اسمها ابلعها واسكت، دي انا ما بعرفش يعني، ما هي بتبقى شخصيات، بس ما اعرفش اعمل ده، يعني ما بقدرش اعمل مش ما انت برضو في الحاله دي رديت بالشياكه وبذوق، يعني في فرق بين انك رديت بنفس طريقه الشخص اللي قدامك، فانت طب ايه الفرق بينك وبينه وبين ان انت بطريقه شيك ومحترمة لفت نظره ان طريقة كلامك دي ما تعجبنيش، فهيفكر ألف مرة قبل ما يتكلم معاك. بالك ده قليل الذوق، بتعامل معاه كده. لكن في واحد ما عندوش ذوق اصلا، يعني قليل الذوق دي مش شتيمة، ده حقيقي، يعني ده هو عنده ذوق بس شوية قليلين. بس احنا لما بنقولها لحد بيستخدمهم مع ناس بيستخدمهم مع ناس وناس، لكن في ناس معدومة الاخلاق والاذواق وكل حاجة، دول انا اتعامل معاهم زي ما ليديا قالت ان انا ما ردش عليهم. لسه كنت علق على كلامها يعني ده حلو. افرض واحد مثلا على صفحته على الفيسبوك حاطط صورته وبيشتمني وبيشتم اهلي وبيشتم وبيعمل وبيسوي، ده يترد عليه؟ لا ده ما يتردش، ده ما يتردش عليه، ده تسيبه كده وتبعد عنه احسن، لان تدخل معاه تقل من نفسك قدامه. لكن لما يكون حد بيرد بقلة ذوق، يعني عنده هو بيعرف يبقى ذوق مع ناس ومش ذوق مع ناس، لا انا اعلمه ان هو يبقى ذوق مع الناس كلها. لكن فكره ان يعني ده اللي انا يعني كنت عايز اوصله، يعني ايوه. يبقى عدم الرد هنا ممكن يكون في حالتين، ان انت ما تردش، يا اما حد هتقلل من نفسك قوي لو انت رديت عليه، فيبقى افضل رد وبتوصل له الرساله هي التجاهل وعدم الرد، او انك ما تردش لانك مش عاوز تخسر الشخص اللي قدامك، يعني لسه انت بتكن له حاجه وبتحبه او بتحترمه لدرجه انه لو في موقف فانت بتشوف ان من الاتيكيت ومن الذوق ومن المحبه ومن انك انت عايز تحافظ عليه ومش عاوز تخسره انك ما تردش احسن. استاذ شحاته صباح الفل. صباح الخير يا استاذ هادي. صباح الفل على حضرتك، اهلا بيك. صباح الخير يا استاذ شحاته. صباح الفل يا استاذ شحاته. صباح الابتسامه، صباح العسل، صباح الورد عليكم. صباح الورد عليكم. صباحك جميل، وقول لنا بقى من وجهه نظرك ايه الذوق والشياك؟ اول شيء الانسان يكون دمه خفيف. ايوه بس دي حاجه ربانيه يعني. ابو دم خفيف هو اللي يعرف يتكلم ويعرف يكسب الناس. بس في ناس بتستظرف يعني. ايوه. الو. أي حضرتك بس خفة الدم دي شوية حاجة ربانية، يعني موهبة. في ناس تيجي تهزر تقول له أرجوك لا تقول نكتة ولا تهزر ولا تضحك، يعني خش في الموضوع على طول. هو اللي دمه خفيف هو اللي يعرف يتكلم، يقول صباح الفل، صباح العسل. أيوه. لو دم تقيل ما يعرفش ينطق كلمة حلوة. صحيح. فأنت بتشوف الدم الخفيف يعني إن إحنا يعني نعرف نتكلم بلطف يعني مع الناس، نبتسم في وشهم. صحيح. يبقى كده الهزار الغلس او السخيف مش هو الذوق، لكن ان الواحد يبقى لا انا قصدي يعني خفه الدم حلوه، ان الواحد يضحك في وش اللي قدام ويهزر معاه هزار حلو كده يفك الجو يعني. ايوه مثلا ما تنسخش الهزار وحش. صح. صباح الفل وصباح الفل. يعني انا بضحك كل يوم كل عمر. صباح الفل يا عسل، تروح هي مبسوطه كده وتروح تعمل لي فطار. اوبا بقى، ايوه ده الكلام بقى، ده الكلام. عملت له ايه؟ حلوه روشتة دي. صباح الفل عليك يا استاذ. ربنا يخليها لك. صباح الفل. لا بس صباح العسل تدخل تعمل الفطار بنفس وتعمل وهي بتتنطط مبسوطه قوي بالكلمه دي. ايه هو في حد بيصحى محلو كده وشكله قمر الكلمه؟ اوبا بقى. ايوه انا بدي لك روشتة اهو. لا بس ما ينفعش حد يعكس المدام. امال يعاكس مين؟ يعاكس بره؟ لا ما يصحش بره. ما يصحش برضه يعاكس المدام بتاعته. ايوه تعمل له مشكله وتلم عليه الناس. ما يصح. ايوه صح. طبعا ما يصحش. صح يعاكس بره بس ما يعاكسش المدام عشان عيب. استاذ صفوت. يا استاذ صفوت صباح الفل. صباح النور يا مهندسين ومنورين الدنيا كلها. ده نورك يا استاذ صفوت. صباح الفل على حضرتك، اهلا بيك. بشكركم على
برامجكم الهادفة والبناءة لكل إنسان. ربنا يخليك. ربنا يخليك، شكرا. أولا مع احترامي ليكم، أحسن حاجة الإنسان يعيش فيها في شياكة وذوق، وخاصة في الحياة الزوجية، إن كل واحد يشتم التاني بذوق وأدب واحترام. يكون تراب تحت كل واحد، تراب تحت قدمين التاني. ما يسمعش غلطة ولا كلمة مصة مدى الحياة. لأن الاثنين ما لهمش خير إلا ببعض. لحظة الغضب يا أستاذ صفوت، اتفضلي حضرتك. لحظة الغضب، أنت بتقول الذوق حتى في الخناقات، وما يبقاش فيه كلمة كده ولا كلمة كده تجرح، بس الواحد وهو غضبان بيقول أي كلام، أي كلام هو مش حاسس نفسه بيقول إيه، يعمل إيه بقى عشان نبقى ذوق حتى في اختلافاتنا مع بعض. لازم يحتمل كل واحد التاني، لأن في نهاية الأمر ما لهمش غير بعض. ايوه، وريت الزوجين الاثنين يعرفوا ازاي يتعاملوا مع والديهم. يتعاملوا ويشتموا الاثنين والديهم بالذوق والادب والاحترام. يشتموا ليه؟ طيب يشتموا ليه يا استاذ صفوت؟ بس ازاي يشتموا بالذوق؟ يعني ايه يشتموا بس؟ بذوق وادب واحترامه، يحاول يفكر ازاي. انت قصدك حضرتك، قصدك حضرتك يعني يفهمهم بس بالذوق والادب والاحترام يعني. والاحترام، ما ربنا يكفينا وفيكم شر الكلمه الماسخه. يا رب يا استاذ صفوت. ايوه، هي الكلمه الماسخه دي بتبقى عن الرياء والعشره. شكرا يا استاذ صفوت، شكرا. معامله حسنه من داخل قلبه حقيقي. شكرا شكرا، بشكر حضرتك. قال بلاش الكلمة المسخ. أنا عجبتني بقى دي، بقى أطلع منها من الموضوع. قال لي يا مسخ. أصل في كلام فعلا، في كلام ماسخ، وفعلا في ناس تضايق وناس تنرفز. وناس ما بيعرفش تطلع منها الكلمة الحلوة بطريقة حلوة. صح. الكلمة الحلوة بطريقة حلوة، ما ياما كلام حلو بس بيطلع بطريقة وحشة. يعني ممكن واحد يقول لحد صباح خير بس يقول له صباح خير. وممكن كلمة وحشة أو خبر أو حاجة مضطر إن أنا أوصلها، وعندي من الذوق والشياكة واللباقة اللي تخليني أوصلها بطريقة استقبالها اللي قدامي يبقى خفيف، ما مخبطش الكلام. يعني يقول له يا أخي فكر في الطريقة، ده أنت إيه ده على الصبح يعني، ما حد يقفلك لما يجي يقول لك حاجة. لا تفكرتيني بمواقف كده، بس يعني دي بتبقى صعبة يعني، حد يقول لحد كارثة يقبله بطريقة حلوة وبتاع. مش لازم يعني الحق مش طب تعالى نشوفني مين. يعني مين؟ صباح الفل. صباح الخير. صباح الخير يا هوبا. يا صباح الفل عليك يا حبيبتي. صباح الخير عليكم. صباح الخير استاذ حاج. صباح الفل. الزوج والشياكة زيكم كده، الزوج والشياكة. ربنا يخليك، ده من ذوقك. الزوج والشياكة، طريقة التعامل مع الناس بالزوج والشياكة. ممكن كمان في مواقف تحصل بتبقى مثلا مواقف شوية صعبة، كيف أتعامل معها بزوج وشياكة؟ مش لازم أرد. صحيح. رد يكون يعني جارح أو رد عنيف أو رد كده، لا، كيف أنا أرد بطريقة تكون حلوة وشيك وزوج عشان خاطر كمان ما أضايقش اللي قدامي. صحيح. زي الجواب اللي ينسى في الغضب، الآية اللي عندنا في الإنجيل، فكيف أتعامل مع الناس بطريقة فيها احترام وفيها مودة وفيها شياكة كده يعني. صح، هو ده. أنا معاكي جدا، فكرة إن حتى اللي ما يعرفش ممكن يتعلم. يعني احنا، انا بشوف ان احنا دورنا ان احنا نعلم ولادنا كمان ازاي يتعامل بذوق وباخلاق، من اول ازاي الولد يتعامل مع البنت لو ليه اخت بنت صغيره، او حتى لو ملوش اخوات بنات ازاي بيتعامل مع اولاد خالته واولاد عمته البنات. فاهم ازاي؟ ففكره ان انا اعلم ولادي الذوق والاخلاق. انا بشوف ناس مش بتبقى شتيمه بس هي ناقصها تربيه، مش ناقصها تربيه دي معناها ان هي شتيمه، لا، هي فعلا ما حدش ربى وقال ده ما يصح وده ما يصحش، ده عيب وده مش عيب، ده ينفع وده ما ينفعش، فبتبقى عنده نواقص في الحاجات دي. فاما بيتعلم بقى من الدنيا ومن الشارع، ياخد منها الحلو ياخد منها الوحش، اما يفضل للاسف مصر على المعتقدات اللي في دماغه اللي هي بتكره الناس فيه. من اول لما تقول لحد عيب ده طنط او انكل اكبر منك، خليه هو يطلع الاول، سيبه هو يطلع في الاسانسير، وبعدين لما ينزل بقى اطلع انت. بيبقى اولادنا هنا من هم صغيرين يقول له تف على عمه. بالظبط، حتى في طريقه الهزار وبنعلمهم كده ونضحك.
ونضحك ونضحك ونسقف لهم ونكررها تاني. من زي ما اصحابي يقول لو حد عنده اخت بنتي يبقى لا دي اختك خلي بالك منها، هي اللي بتمشي الاول، هي اللي تنزل، انت تنزل قبلها على السلم. يعني عارفين الحاجات البسيطه قوي اللي احنا بنعملها، قول من فضلك، ولو حد عملك حاجه قول له شكرا. الحاجات البسيطه دي ذوق وشياكه الولد او البنت بيكبروا عليها، ان احنا نراعي مشاعر اللي قدامنا بذوق وشياكه. ممكن حد مراتك او صاحبتك او اختك، حد بيقيس حاجه، لبست فستان، لبست حاجه مش لاقي عليكي، ده ايه اللي انت لابساه ده، انت فاكره نفسك رفيعه، ده انت تخينه قد كده، ده انت ما بقالكيش منظر، ايه اللي انت حاطاه في وشك، شعرك مش عارفه النهارده عامل ازاي، ما تروحي تغيري اللي انت لابساه. ولا هي تعلق على جوزها، انت مش شايف نفسك بقيت عامل ازاي، مش عارف كرشك بقى عامل ازاي، ايه اللبس اللي انت لابسه، ما تشوف الناس بره بتلبس ازاي، كلام يوجع وطريقه تضايق وما فيهاش اي ذوق. ولا هي مع ان الكلمه الحلوه الله ده جميل ده حلو، بس ده ممكن يبقى احسن عليكي، انا خايف على صحتك لو خسيتي شويه هتبقي احلى. عارفين ان حتى النقد اللي عندي لما انا اقوله بطريقه حلوه بدوق الكلام بيبقى مؤثر في اللي قدامي وبيقبله مني ويعمله من غير ما يحس بالاهانه ولا نفسيته تتعب ولا يفقد الثقه في نفسه بسبب طريقه ما فيهاش اي نوع من انواع لا الذوق ولا الشياكه انا بتكلم بيها. احنا بس يعني اللي عايزين نقوله من الفقره دي ان احنا يعني يا ريت كلنا، مش انا اقول واحد فيكم، احب اتعلم ازاي ابقى ذوق وازاي ابقى بعرف اتعامل مع الناس وازاي لو في حاجات غلط او عندي ديف. كلنا عندنا ديفوهات، مفيش حد فينا الدنيا عنده 100 فل و14، كلنا عندنا ديفوهات، لكن ازاي نتعامل، ازاي نتعامل في المواقف، ازاي يبقى عندنا رقي في التعامل. انا بشوف حتى اللي ما عندوش يعرف او يتعلم. استاذ جورج صباح الفل. صباح الخير يا استاذ سحاج. صباح الورد. يا صباح الفل يا استاذ جورج، اهلا بيك. كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. شكرا لحضرتك. وانت بألف خير. الله يخليك. الكلام اللي بتقال هي كهية، تكلم الجاهل يبغضك اما الحكيم تزداد حكمه. صح. صح. كده كويس، ده الكتاب الكتاب المقدس قالها. اي. اما الانسان الصالح الكويس يستحمل الاخرين ويدي نصايح محبه. وقت الغضب يديها ابتسامه. والقعدة اللي ما كانتش حلوة يسيبها ويمشي. إن مجلس المستهزئين الإنسان ما يبقوش جواه يهرب ويمشي. صح. ليا طلب من عندك يا أستاذ حاجة الله يخليك. اتفضل يا أستاذ جورج. عايز أكلم بيت الدكتور ثروت ممكن؟ طب حضرتك سيب رقم حضرتك سيب رقم دي كذا مرة سيب رقم يا أستاذ. لا طب هو حضرتك زمايلنا معاك دلوقتي في الإعداد هم يوصلوا حضرتك يعني. شكرا لحضرتك. القعدة اللي ما تعجبكش سيبها وقوم. أي. الكلمة اللي تضايقك ممكن جدا انك ما تردش عليها وتكبر دماغك منها. الدنيا هيجة وفي حالة من الغضب والخلاف، عندك كلمة حلوة قولها، ما عندكش اسكت وسيب القعدة وقوم لغاية لما الدنيا تهدى. صدقوني احنا عندنا كده حاجات وحلول بسيطة وروشتات لو عملناها الدنيا هتبقى اهدى. وبعدين لازم نبقى عارفين ان الكلمة الجارحة او الكلمة الصعبة لما بتتقال في وقت الغضب بعد ما بيخلص الموقف ومفروض اننا بنرجع نتصالح نتكلم والوشوش تتقابل تاني، كل ما بتشوف وش الشخص اللي غلط فيك تلاقي الكلمه دي عماله بترن في ودنك مش قادر تنساها. ده مش معناه ان انت مش بتعرف تسامح، بس معناه ان الكلمه وجعت قوي. فعشان كده بنقول نتحكم في نفسنا او في لساننا او في كلامنا ونبقى ذوق حتى واحنا زعلانين او حاجه مش عجبانا، عشان لما نتقابل تاني او نرجع نتصافى ونتصالح ما تبقاش النفوس شايله. صحيح. نفتكر لبعض كل خير وكل حب. تقول لحد انت رصيدك عندي كبير، فالرصيد ده يشيل ويمحي اي مشكله واي خلاف حصل، بس لو احنا حافظنا على اللسان بيطلع ايه. هو اللسان ده انا بشوف ان هو يعني كل حاجه، يعني بيمثل نسبه كبيره جدا من تعاملاتنا من ثقافتنا من رزقنا. تقول لي ايه علاقه الرزق باللسان؟ ما هو لسانه حلو بيعرف يشتغل شغلانات كتير وبيعرف ينجح في شغله. النهارده لو واحد فاتح محل اكل عيش ولسانه وحش، انا هشتري من عنده مره ولا هعتبها عنده تاني. او واحد قال لي خد مش خلاص هاخده بس مش هجي لك تاني. لكن لو واحد لسانه حلو يبيع كتير ويبقى الدنيا حلوه. مش عايز اقول روحانيات بقى اقعد نقول بقى رسالة معلمنا يعقوب والحاجات، لكن عايز اقول لسانه حلو دي حاجه مهمه جدا. واللي ما عندوش واللي ما يعرفش لا اتعلم، انت ما فيش مشكله ان احنا نتعلم، كلنا محتاجين نتعلم. الذوق هو اقل حاجه نطلبها من بعض. احنا انت مش مطالب ان انت تحبني، لكن انت مطالب تحترمني. تحترمني ازاي؟ تحترمني على الاقل باسلوبك وطريقه كلامك. استاذه جينا صباح الفل.
اهلا اهلا، صباح الورد. انا كنت عايزه اتكلم بموضوع الذوق. اتفضلي. دلوقتي انا اعرف حد شخصيا تعاملت مع الاب والاخ ذوق منتهى الخير، لكن هو مشكلته في حاجه. ايوه. ان هو شايف اخواتي مثلا بيتعاملوا ازاي. لا كده طريقه جدا. هو الصوت بيقطع انت يا جينا، معلش الصوت بيقطع. وهبه مش سامعاكي كويس، عندها مشكله. يعني انا مثلا اخويا يجي مثلا معايا بالصدمه. تمام. دلوقتي بقى يردها لي بطريقه ايه، جزء من مسرحيه مثلا، ياخد كلمه من المسرحيه انت قالت الذوق، لما اجي اتكلمه ايه ايه لازمه الكلمه دي، يقول لا دي جايه من المسرحيه. هو مش بيعرف يهزر يعني. لا هو بالطريقه هو ما بيعرفش يهزر، ولا بيبقى قاصد انه يدب الكلام ويقول لك ده افيه انت بتزعلي ليه، يعني جيبها فيكي ان انت اللي حساسه وبتزعلي من اقل حاجه. ايه انت شايفه الايه الاثنين مدب ومش بيعرف يهزر قوي يعني. شكرا يا جينا، شكرا شكرا ليك. هو يقول لك افيه قولي له اخيه عشان الكلام ده ما يتقالش يعني، لان هو مش مفروض حد فينا يبقى مدب. هي على فكرة في ناس بتبقى عايزة تهزر ما بتعرفش، عندهاش الملكة. يعني ما يعني تقولي له ايه انت بالذات ما تهزر، يعني انت بالذات ما تهزر. وسعت ما تقوله مش تفلت منه، ما بيعرفش. ايوه ما بقولك تفلت منه. حتى في ناس في التعليقات على الفيسبوك دمها خفيف كده، يعني تدخل كده تعلق لحد على حاجه، وفي حد فعلا بيبقى مدب. ايه الكلام اللي انت كاتبه ده، جبته منين انت ده؟ بيقول يعني انا بهزر. يعني انت لو جيت قلت له انت ايه اللي كاتبه، هيقول لك انا بهزر، انت بتزعل ليه؟ لا تقول ما تهزرش، يا تقول له يا ريتك ما اتكلمت، يا ريتك ما فتحت بقك كان احسن، ما تهزرش تاني. صحيح. او زي ما جينا كانت بتقول كده، يعلق من افيهات بتاعت مسرحيه ولا بتاعت اي موقف من مسلسل ولا من فيلم، هو بيبقى قاصد بيها يهزر، بس بتطلع في وقت مش مظبوط، بشكل مش مظبوط، ما عندوش الملكه يقولها، فتوصل للي قدامه بشكل يوجع او يجرح او يضايق، فتعمل زعله بدل ما هي كانت قصدها هزار. فمن فضلكم يعني برضو كمان على حسب الشخص اللي انت بتهزر معاه والمساحه اللي بينك وبينه، بيقبل الهزار ولا لا. ما مش اي حد اقول له اي حاجه، ومش اي حد اهزر معاه، ومش في اي وقت اهزر مع اي حد. فاحنا بننتقي كلامنا، مع مين بتكلم، امتى بتكلم، بقول ايه، عشان نبقى ناس منمقين وذوق وشيك في فكرنا في لساننا قبل ما يبقى في مظهرنا. ومع ذلك نقول مظهرك كمان مهم، لان جزء من تقييم اللي حواليك ليك بيبقى شكلك، لا بالبراندات ولا بالارقام ولا بالمبالغ اللي انت بتلبس بيها، لكن دايما الشياكه في البساطه، الشياكه في البساطه في كل حاجه، في طريقه كلامك تبقى انسان بسيط لكن كلامك منمق، في مظهرك بسيط مش بالبهرجه ومش بالالوان لكن انت منمق، في شعر، في مكياج، في لبس، في اي حاجه، ده برضو للبنات تبقى منمق. كل ما كنت بسيطه كل ما كنت اجمل، كل ما كنت اشيك، كل ما كنت اذواق. واحنا برضو هنقول حته قلناها في الاول، احنا مش بندعو ان الشياكه تبقى في الكلام بس، لا وفي اللبس كمان. يعني احنا ولادنا وحبايبنا وكلنا لازم نبقى شيك في لبسنا، واللبس الشيك مش اللبس الغالي، اللي لابس لبس مكوي ونظيف ومغسول ومسرح شعره وبتاع، ده قمه الذوق وقمه الشياك. يعني زي ما بقولت من الاول برضو سريعا كده، اللي ما يعرفش يتعلم افضل، واحنا يا ريت نعلم ولادنا الذوق والاخلاق والحاجات القيم والمبادئ اللي تربينا عليها من واحنا صغيرين، عشان لما يكبروا ما نشوفش الحاجات اللي احنا اوقات بنشوفها في الشارع للاسف. لسه معاكم ان شاء الله، الحلقه النهارده تبقى جميله وتعجب حضراتكم. فاصل ونرجع تاني. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله واحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته منذ الآن وإلى الأبد أمين. بنعمة ربنا وبإرشاد من الروح القدس يا أحبائي، النهاردة هنتكلم ونتأمل في آية جميلة من سفر حبقوق النبي. وفي سفر حبقوق هو بيتضمن ثلاث إصحاحات،
احنا الآية بتاعتنا في الإصحاح الثالث بتقول الرب السيد قوتي ويجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. حبقوك يا أحبائي في البداية نتعرف عليه أنه هو نبي من العهد القديم من الأنبياء الصغار، وهو تنبأ اللي هو في مرحلة قبل السبي، ومعنى اسمه بالعبري يعني المحتضن أو المعانق، وهو من سبط لاوي سبط الكهنوت، وهو كان من اللي هم المجموعة اللي بتقوم بالترتيل في هيكل سليمان. وتنبأ باللي هو قبل السبي زي ما قلنا البابلي، وتنبأ قبل هجوم اللي هو الكلدانيين على مملكة يهوذا. وجات النبوة بتاعته من خلال حوار مفتوح بين الله وبينه في دالة أبوة جميلة. عشان كده بيختم السفر المكون من ثلاث إصحاحات بتسبحة حمد لله على استجابته لطلباته. بالنسبة للآية اللي احنا بنقول عليها الرب السيد قوتي، جميل جدا يا أحبائي اللي احنا تكون قوتنا مش قوتنا المادية، جميل جدا اللي احنا تكون قوتنا مش قوتنا المالية، جميل قوتنا ما تكونش هي قوة اللي هو المكانة اللي احنا فيها أو السلطان اللي احنا بنملكه، لكن جميل جدا اللي احنا يكون قوتنا هي الرب. وزي ما بيدي مثل في صموئيل الأول، في صموئيل الأول نلاقي اللي هو داود النبي هذا الفتى الصغير لما بيواجه جولياط هذه القوة العظيمة الحربية وهذا المحارب العظيم، ويقول له كده هو إن أنت تأتي إلي بسيف ورمح وترس وأنا آتي إليك باسم رب الجنود. فكانت قوة داود النبي في اللي هو قوته في رب الجنود، قوته هو الرب. وداود يقول في المزمور قوتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاصا، صوت التهليل والخلاص في مساكن الأبرار، يمين الرب صنعت قوة، يمين الرب رفعتني. فربنا لازم يبقى هو قوتك. ونرجع للآية يقول الرب السيد قوتي ويجعل قدمي كالأيائل، يعني تجري سريعا زي الغزلان كده. هون الأيائل معناها الغزلان، فلما تجري زي الغزلان تجري في إيه؟ تجري في طريق الخلاص، تجري. فيمشي يمشيني على المرتفعات، إله قوتي يمشيني في مرتفعاتي، يعني يقودني للسماويات زي الأيائل بسرعة كبيرة. وتأملنا يا أحبائي هنا في الفرح، فرح الخاطب إن هو يعود مرة تانية بسرعة بالتوبة ورجوعه بالندم والتذلل للرب وثقته في مراحم ربنا اللي هو فاتح ذراعيه ويقول له تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. فيفرح، مش بنفرح بالماديات، الماديات يا أحبائي لا تفرح. أبونا في القداس يقول يعطى خلاصا وغفران الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه جسد ودم الرب. فحد يقول لي يا أحبائي مين اللي هو هيديني بالماديات خلاص، ومين اللي هيديني بالسلطان اللي هو غفران الخطايا، ومين اللي هيورثني حياة أبدية إلا الاتحاد برب المجد والثبات فيه. عشان كده نلاحظ ان في اغنياء كتير، ونلاحظ ان في ناس عندهم سلطان لكن كلهم بيجروا وراء شهواتهم للاسف، والعالم قد وضع في الشرير، وكل ما في العالم اصبح يا احبائي هو شهوه الجسد وشهوه العيون وتعاظم المعيشه. كل من يجروا وراء كل الاشياء دي هي كلها ما بيجدونوش اللي هو لا يجدوا فرح وتهلل حقيقي. لكن الفرح الحقيقي للمؤمن هو ان هو يفرح بالرب فرح روحي. فيقول الرسول بولس في فيليبي 4:4 افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا. ودي كانت رساله من رسائل الاسر الاربعه اللي كتبها بولس الرسول في سجنه. أخيرا يا أحبائي زي ما بنفرح مع ربنا في الصلوات والقداسات لازم كمان نفرح مع بعضنا البعض. فالكتاب يقول ويوصينا فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، يعني لازم اللي احنا نشارك بعضنا البعض في أحاسيسنا
ومش بس كده، ده المرتل يقول في المزمور: أبو اليتامى وقاضي الأرامل الله في مسكن قدسه. يعني عشان صلاتك تخش لمكتب ربنا أو لقدس أقداس الله وتوصل له ويستجيب، لازم تعدي على السكرتارية الأول، أو لازم تعدي على اليتامى والأرامل، هم دول. هل زرت حد من اليتامى والأرامل والمرضى والمتعبين والمسجونين الأسبوع ده هو، أو اليوم ده، أو الشهر ده، أو السنة ده؟ زي ما هتفرح قلب ربنا، زي ما ربنا هيفرح قلبك. زي ما هتفرح قلب الناس، زي ما ربنا هيفرح قلبك. القاعدة يا أحبائي اللي أنهي بيها تأملي النهاردة في متى 7:12: كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم، لأن هذا هو الناموس والأنبياء. ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.